جينا نشيك طال عمركم على ابو شوته، انا سميته ابو شوته هذا على ربلات المساعدات، غيرت ربلات المساعدة. طبعا ميزة المساعد هذا مو مثل الوكالة ولا غيره تاخذه وترميه، لا هذا مساعد طال عمرك مدى الحياة الضمان عليه، تيجي طبعا برسوم، تيجي طال عمرك وتسوي صيانة المساعد نفسه، ما فيه مساعد بجميع السيارات الوكالة تسوي له صيانة الا الرياضية، وهذا احد انواع الرياضية اللي هو بروفندر. هذا الحين طال عمركم كل ما حسيت ها جيت وسويت له صيانة وانا مرتاح، ليش اغير مساعدة لو كان قيمته غالية لكل العمر هذا؟ وهذا جيب ولد عمي طال عمركم رايح للجنوب الحين، الله يستر عليه، وجاي نشادن الطربال عليه ومجهزة تجهيز كامل. الله يبارك له ان شاء الله، لمبات جانبية السلام. طبعا الطربال هذا ما كان به لمباته، كانت كلها محروقة اول، ركبوا له لمبات طبعا على اختياره هو، اختار اللون هذا ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك. حط هناك 4 وهنا اللي تجيبها 8، هذا كل ابوها طال عمرك الشغل هذا عند الذيب، الله يبارك ان شاء الله يرزق من واسع فضله. احمد الشلا طبعا هو الوكيل بالمنطقه الشماليه لبروفندر، الله يبارك ان شاء الله. ما اجيكم يا رجل، ما اعرف البسكم يا رجل، تعالوا الحقوا. تخيل كل يوم وقت انت جاي هاللود، اعوذ بالله، لا زالوا يعطونك 10,000 ريال يقول سوي هاللود يا رجل، يبيد حيلك وانت نامت يدي من سالفتك كل يوم يا هاللود. لا ما تحسست انك غسلت جيبك من شوي يا اخي؟ ليه ما تعلم يا اخي؟ والله اني زيك يا هزاع يا اخي، يوم جاء دور سيارتي انا، طبعا انا وياه، انا كلمت هزاع قلت لي بروح اغسل سيارتي، بغسل سيارتي، قال وانا بغسل سيارتي، قلت يلا وقف سيارتك وانا اخذ سيارتك اق ماي هذا وبلعين بغسل بنزين. شوف هذا طال عمركم انا اشوف حمود يصور عندها، والله العلي العظيم يقول يا طلعت تراهم يغسلون واكس، انا عندي مشكله بالبدي من المزرعه مالح ومبقع مع المزرعه، فقاموا يلوفونه لو انا حريص على الواكس علشان يرجع لمعه الجيب 23 ما يتهل لمعة، والله اني ناقدر على جيبي مع ان انه كل وقته واقف داخل ظل، ونبي نشوف نتيجة الواكس الحين. طيب انت شو حاطم بالجيب؟ انا حاطم والله يرفعون وتنزل التانكي مليه من الروسان، مليه فل هذا البلا، يقول شو ايش بهقت والله ما بغير التانكي يا غالي ولا فوق ما في شيء، ثالث مرة يرتفع وينزل. لا ما عليك ما شفت شيء، هذا ابو شوته هذا، شو شلون تنظيف ما شاء الله. ايوه ما هو مثل تنظيفك من شوي، هذا اكثر واحد مسوس بغسيل السيارات، هذا شب احمر يحلجون من فرشاية، هذا اللي يفرشون بحياتي الزنت انا وجيبي. يا جماعة الخير اني ما جيت هنا المغسلة هذه اعلان، او اني مفكر اني جاي اغسل سيارتي عشان الاعلان، لكن ابو بدر هذا طلع من المحل ولحقني الحين هذا، لكن هو عنده فكره المغسله ما شاء الله. انا اجيب لك المغسله اللي عليها الكلام. ونعم والله ونعم حبيبي والله. مغسله متفرده من نوعها. ايوه لا تقول مغسله ترى يضحكون علينا. مغسله اي عندهم غسيل تفصيلي. ايوه المناشف يوم وش غسيل تفصيلي؟ غسيل التفصيلي ينفخ كامل الكفرات. ايوه ويتغسل بالتفصيل على اسمه تفصيلي بالتفصيل الممل. ايوه مسمار جلده كل شيء يتغسل بالبطن، ما هو نظام ارفع بستم وغسله ولا لا، يفك لك السياره كامله، يعني يحرص على بطن السياره. أيوة. يعني اللي بيبيع سياره تجي عندهم ابدا. ايوه هذا العلم. ايوه تلقلق. اي أيوة. والحاجه الثانيه مناشفهم يوميا تتغسل، تتسلم للزبون قبل ما يدخل المغسله ويتنشف بالمغاسل الخاصه لسيارته، وما ترجع لسياره ثانيه، لا تروح على المغسله تتغسل ترجع مكيسه. الحين اوريك اياها. يعني كل زبون مناشف خاصه للسياره. ايوه وعقبها تغسل ثاني مره. عقبها تتغسل ثاني مره. ما أيوة. ترجع لزبون ثاني. يا سلام، يعني اذا نظفت السياره من الداخل لها منشفه خاصه. وبرا خاصه. تقريبا اربع مناشف الى 5 مناشف، هذه لكل سياره. يا سلام. ما تتغسل لسيارتين، لا
كل سيارة لها تنشيفها تنحط على الجنب وتروح للمغسلة تتغسل وترجع مرة. للمغسلة معليش. إيه؟ أنا أقول بعض المغاسل ويمكن تأيدوني الرأي هذا، تجي عند المغسلة تقول المغسلة هي نفسها بيلها مغسلة. والله العظيم خطو مغسلة والله العظيم تقول شلون أغسل بها هذا. لا وثاني شيء ما شاء الله تقعد داخل المول. أيوة. داخل مغسلة. والله. أيوة. حطيتك مشان حق التريلات كلها ديزل. ما شاء الله والله يا جماعة الخير اللي لفت انتباهي ترتيب الله يبرزهم إن شاء الله. ما شاء الله. تدخل هنا كاشير تأخذ مناشفك وتدخل على سواء بستم سواء تفصيلي سواء عادي اللي تبي. يا سلام. طبعا هذه قائمة الأسعار عندهم وهذه الخدمات اللي عندهم مثلهم على قولتهم أسعارهم مثلهم مثل غيرهم. السيارة الصغيرة 25 والكبيرة 30 ريال. عندهم غسيل بطن البستم وتلميع طنيات إضافة. هذه وش هي؟ هذه وش الخدمة هذه؟ كيميكال اللي هو هذا اللي يذوب زيوت. يا سلام. غسيل ماكينة خاص بالماكينة، إزالة القار، إزالة أو داخلي تفصيلي وتلميع كفرات وتلميع طنات العجلات التفصيلي. أي هو اللي تكلمنا من شوي يفك الكفر. راح نوريكم المقطع. يفك الكفر الجنط كامل وينظف كامل ما تلقى شيء. تبي تروح فحص دوري تبي تروح ما يرجعك بعد الله ينخشك. هذه المناشف. هذا المناشف اللي أقولك عنها. طبعا هذه تغسل يومي. يجيبها تقريبا 4 تتغسل يوميا من سيارتك خاصة. انت خذيت يطراد بعض المغاسل الله يستر عليهم بالفرشة يغسل. لا الحمراء المعروفة. فرشة عادية عرضية يغسل. لا هذا تركيز. هذه تتغسل سيارتك انت يطراد لحالة. ايوة. وترجع للمغسلة ما ترجع لسيارة ثانية. يا سلام. تجي للمغسلة. يا سلام. تتغسل وترجع بالتقريب هذا. ليه انا حريص من برا ما في مشكله لو يغسلها بمنشفه ثانيه لكن من الداخل ودك انك تغسل ابدا بشيء نظيف. اشوف جيبك يا احمد دايم تلامع ثريب هذا يا الغالي. ما شاء الله. انا عن نفسي عميل عندهم. ها عميل عندهم. يا حظه تشتهون يا خلق الله. يا حظه تشتهون. ما شاء الله والله ان سمعتهم طيبه. انا جيتهم ترى من حمود. حمود اخوي ويمدح غسيلهم. قلت يلا هزع خلينا نروح نشوف غسيلهم. ما شاء الله والله انا شوف الى الان اكثر ما جازي ما شاء الله ترتيب المغسله والنظافه. ما شاء الله عليه. ما شاء الله داخل مول ما شاء الله تبارك. اي والله الحين نبي نشوف امركم عقب ما يخلصون نشوف نظافه الجيب. مع ان الجيب الله يبرتبه جديد ما يعتبر مقياس لكن الواحد يتكلم بالذمه. اي اطلع 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 الطائرة ما العافية. الحين يزيلون القار الموجود هنا لكن أهم شيء النقط اللي كانت موجودة تروح. وين موقع المغسلة يا هذا؟ ايه لا هذا واحد حاشي على اللي هو يبا حلاق. قل بعد محاصيل الشمال على اليسار. ايوه ذاك محاصيل الشمال. لا 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 طريق الصوامع هذيك إشارة الحزام اللي وديك للصوامع. طريق مك عبد الله طبعا اللي وديك طريق مك عبد الله. هذه المغسله على اليسار بنزلكم موقعها بجوجل ماب الله يبارك. طبعا عندهم خدمات غيار الزيت وغسيل السيارات. طبعا غسيل السيارات مراحل تبي عادي تبي بستم تبي في اي بي كلها موجوده الله يبارك لهم ان شاء الله ويرزقهم من واسع فضل. After airborne 251 via Manila. We copy after airborne 251 clear for takeoff 3 Express 503. Now it's clear for takeoff.